بناء على معلومات مؤكدة بوجود كمية معتبرة من مادة الوقود المعدة للتهريب تمكنت مصالح لأمن دائرة أم علي من حجز حوالي 8000 لتر من الوقود كما تمكنت ذات المصلحة من حجز مركبة دون وثائق تستعمل للتهريب حيث تم قبل هذه العملية حجز أكثر من 5000 لتر من الوقود وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية لإحالة الملف على أمام الجهات القضائية